أو أحب لما بتخلص. مفاجآتنا كثيرة وبنفس الوقت مسلية. موهبة غريبة من نوعها، صعب تتوقعوها، مستحيل حدا يتقنها، لأن تحتاج لدقة ملاحظة وحكي وشطارة. زميلنا سبب الضحكة لكل مين عرفه وقعد معه. خلونا نستقبل معنا الزميل محمد نور دحدن. كان من المؤكد أن أكذب الراوي أو أن أقول له بلغة أكثر تهذيبا. لقد جنبت الصواب، فالقصة لم تروى من قبل حتى في المسلسلات المكسيكية أو أسوأ الأفلام الهندية إخراجا. في المشهد الأول النار ليست مذنبة، الأرض كانت خصبة وما زالت، والزرع قربان الشرف. وفي المشهد الثاني والثالث خرجت الأمور عن السيطرة، فكيف ينتقل الراوي بين النار والبحر؟ وكيف تحكم 24 ساعة فقط على الموج بهذا القدر من الجنون؟ الربان بات عالقا بين كأس الشراع ونبيذ البحر، والبوصلة فقدت وجهتها، وهنا المرساة ترتجف في مكانها، والملح أنهك الحبال. كان من الممكن أن أقول كفى وأوقف الراوي عند هذا الحد، فلا أنا أبله لأصدق ولا هو صادق ليصمت، لكن الفضول دفعني لأطلب منه بكل أدب أن يكمل. فقد نما في داخلي شك بأن هذه الرواية مقتبسة عن أحداث حقيقية. أهلا بكم في عمارة الحدث. نعتذر لكم مشاهدين عن انقطاع البث، ولكن وردتنا الآن أنباء عاجلة من كلية الهندسة المعمارية في سلامية عن احتجاج طلابي على مدة الأساكيز لهذا العام. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مراسلنا من سلامية لوكر وسيف فوسر. سيد فوسر، هل من الممكن أن تحدثنا عن أجواء الآن لديك؟ Yes. People are standing here. طلاب يقفون الآن أمام مبنى الهيئة الإدارية، وتسود الآن أجواء من التوتر في الكلية، وتجري مناقشات للتوصل إلى حل يقضي بإعادة مدة الأساكيز لأربعة ساعات كما كانت عليه في السنوات السابقة. لك يخرب بيته من حالهم، ليش وقفوا الأخبار فجأة؟ لك هو أنا عم بصام، شبنا، شغلة فاضية، ما بعرف شو بيكون صار معهم، خلينا نشغل شوي أفلام كرتون. يا شفي، إنه يشاهد بينكي وبرين. يجب أن نخطط ليوم الغد يا بينكي. لماذا؟ ماذا سنفعل غدا يا برين؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بينكي، سنحاول السيطرة على العالم. وأنا أيضا سوف أقتلكم أيها السنافر. إنه ليس تمساحا عاديا، إنه التمساح بيربوكي، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. هذا ما كان في جوعتي لكم لهذه الفعالية، نلتقي في الفعالية القادمة إن شاء الله.